السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ هل أنتم بخير؟ دعونا نتعلم الآن كلمات جديدة من اللغة العربية، ما رأيكم؟ نحن أخذنا جميع الحروف، أخذنا من حرف الألف إلى حرف الياء، ألا تتذكرون يا كيجي؟ حسناً، الآن نريد أن نأخذ كلمات جديدة من اللغة العربية، هيا نقرأ معاً، هيا نقرأ معاً، ما رأيكم؟ قلنا أن عدد حروف اللغة العربية 28 حرف، أليس كذلك؟ حسناً، الآن نريد أن نقرأ معاً هذه الكلمات. انظروا إلى هذه الصورة التي أمامكم، ما هذه الصورة؟ إنه طفل صغير يأكل الخضروات المفيدة، أجل، يأكل خضروات مفيدة ولذيذة، ولا يأكل السكاكر التي تضر به وبصحته. يجب دائماً أن نأكل الخضروات المفيدة لكي جسمنا يصبح قوي ولا يصبح ضعيف. أجل، إذا أكلنا السكريات كثيراً يصبح جسمنا متعب. حسناً، إذن أكل الطفل. هيا نتهجى معاً هذه الكلمة: ألف فتحة أ، كاف فتحة ك، أك، لام فتحة ل، أكل، أكل. مرة ثانية يا كيجي، من يريد أن يقرأ معي هذه الكلمة؟ هيا، ألف فتحة أ، كاف فتحة ك، أك، لام فتحة ل، أكل، أكل. ممتاز يا كيجي، هيا، من يريد أن يشارك معي أيضا في قراءة هذه الكلمة؟ لا أسمعكم. أكل، ممتاز يا كيجي، أبطال، أحسنتم. هيا ننتقل إلى هذه الصورة الثانية، ما هذه الصورة؟ إنها ماذا؟ إنها عملية حسابية يقوم بها الطفل. أجل، إنه يقوم بعملية اسمها عملية الجمع في الرياضيات، أليس كذلك؟ إذن يجمع 2 زائد 2 يساوي 4، إذن يقوم بعملية حسابية اسمها الجمع. جمع، ج فتحة ج، جيم فتحة ج، ميم فتحة م، جمع، عين فتحة ع، جمع. مرة ثانية يا كيجي، هيا، من يريد أن يشارك معي؟ جيم فتحة ج، ميم فتحة م، جمع، عين فتحة ع، جماعة، جماعة. ممتاز يا كيجي، أحسنتم أبطال. انظروا إلى هذه الصورة التي أمامكم، ما هذا؟ أجل، إنه معلم، معلم يسأل الطلاب، الطلاب يرفعون أيديهم لكي يجاوبوا على سؤال المعلم. إذن المعلم ماذا يفعل؟ يسأل، سأل، سأل المعلم الطلاب. سين فتحة س، ألف فتحة أ، س أ، س أ، لام فتحة ل، سأل. ممتاز يا كيجي، مرة ثانية. سين فتحة س، ألف فتحة أ، س أ، لام فتحة ل، سأل. أبطال يا كيجي، ممتاز. سأل، سأل المعلم الطلاب. وأنا أريد أيضا أن أسألكم، هيا، من يريد أن يقرأ لي هذه الكلمة؟ هيا، أحسنتم، سأل. أبطال يا كيجي، انظروا إلى هذه الصورة التي أمامكم، ما هذا الشكل؟ إنه طفل صغير يغسل يديه بالماء والصابون، ونحن دائما يجب أن نحافظ على نظافة أيدينا بالماء والصابون، أليس كذلك؟ إذن غسل الطفل يداه. هيا نترجم عن هذه الكلمة: غين فتحة غ، غين فتحة غ، سين فتحة س، غ س، غ س، لام فتحة ل، غسل. ممتاز يا كيجي، غسل، غسل الطفل يداه. هيا، من يريد أن يقرأ لي هذه الكلمة؟ لا أسمعكم. أحسنتم يا كيجي، غسل، أبطال.
يجب أن نحافظ دائماً على نظافة أيدينا. غسالة، ممتاز يا كيجي، انظري إلى هذه الصورة، ما هذا؟ إنه طفل صغير يصنع الحلوى. من يحب أن يصنع الحلوى ويساعد والدته في صنع الحلوى؟ أحسنتم يا كيجي، كلكم تحبون صنع الحلوى، إنها لذيذة. حسناً، صنع الطفل الحلوى. هيا نتهجى معا هذه الكلمة. ص فتحة ص، نون فتحة ن، ص ن، ص ن، عين فتحة ع، صنع. ممتاز يا كيجي، صنع. أحسنتم. مرة ثانية، ص فتحة ص، نون فتحة ن، ص ن، عين فتحة ع، صنع. أحسنتم يا كيجي، صنع. أبطال، نريد أن نكتب هذه الكلمات كلها معا، ما رأيكم؟ هيا، إنها كلمات سهلة جدا. والآن نريد أن نكمل الحرف الناقص، هناك كلمات ينقصها حرف، نريد أن نبحث عن الحرف الصحيح ونضعها بجانب هذه الكلمات لكي تصبح كلمة مفيدة، ما رأيكم؟ هيا، من يريد أن يشارك معي؟ هيا هيا يا ياسين. ألف فتحة أ، كهف فتحة ك، أ ك، أ ك. ما الحرف الذي هنا؟ هل أختار حرف السين؟ لا يا معلمتي، هل أختار حرف العين؟ أيضا خاطئ، أختار حرف اللام وأضع هنا حرف اللام، أكل. أحسنتم، أكل. أي كيجي، هنا جيم فتحة ج، ميم فتحة م، ماذا أضع؟ أضع حرف التاء. هيا نجربها مع جامتا، لا خاطئة. أضع حرف الزاي، جامزة، أيضا خاطئة. أضع حرف ماذا؟ العين يا معلمتي، أبطال يا كيجي. أضع حرف العين، جامعة. أكتب حرف العين نصف دائرة صغيرة فوق السطر، نصف دائرة صغيرة كبيرة تحت السطر. أحسنتم. هيا، من يحل معي هذه المسألة؟ هيا. سين فتحة س، ألف فتحة أ، س أ، لام فتحة ل، سأل. معلمتي، هل أضع حرف الميم؟ لا. سأما؟ لا خاطئة. هل أضع حرف السين؟ أيضا خاطئة. إذن أضع حرف اللام. أحسنتم يا كيجي. حسنا، هنا غين فتحة غ، سين فتحة س، دعونا نضع حرف الواو، ما رأيكم؟ لا خاطئة. غ سوا؟ لا، غسل. أحسنتم، غسل. لام فوقها أيضا فتحة. هيا، ما رأيكم في هذه الكلمة الأخيرة؟ من يشارك معي؟ هيا. صاد فتحة ص، نون فتحة ن، ص ن. ما الحرف؟ ما الحرف؟ هيا. أحسنتم، إنه حرف العين، عين فتحة ع، عين فتحة ع، صنع. إذن الكلمات المطلوبة منا يجب أن نكتبها الآن: أكل، جمع، سأل، غسل، صنع. ممتاز يا كيجي. الآن نريد أن نكتبهم معا وأراكم في الدرس القادم. هيا، مع السلامة يا كيجي.